أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث يقبل العراقيون على مراكز التصويت هنا في مركز مدينة وورن، وهناك مركز آخر في مدينة ديربون هايتس. تعالوا معنا في هذه التغطية للانتخابات العراقية في ديترويت. يعني اللي جابنا أكثر اللي يعني الأمور اللي خلتنا نشترك بالانتخابات هو الفساد، واحنا لازم نطلع اصوات للاشخاص اللي وقفوا للعراق ويعني حاربوا الفساد وحاربوا داعش وحاربوا يعني الكتل اللي هي تريد شرا بالعراق. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أرى؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والسلام، وأن يمارسوا العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وسلاسة. موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد، لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد. موطني موطني. تم استقبال الناس اليوم، فتحنا بالساعة السابعة صباحا وسيكون الإغلاق الساعة السادسة مساء. مثل ما تشوفون الحركة بعدها شوية يعني بسيطة، بس إن شاء الله احنا يعني راح نستقبل أكثر ناخبين إن شاء الله من الفترة القادمة. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية رفرف يا هناك في علاك، قاهرا عيداك قاهرا عيداك. موطني موطني.
السماء والبهار في نبار في نبار والحياة والنجاة والهلاء والنجاة في هوى في هوى هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما عملية أكيد نزيهة. إحنا كلتنا عراقيين وقلبنا على العراق ونريد العراق يتقدم ويتطور ونريد يعني هاي الانتخابات بيها فد نوعية معينة. فهسه انتخبنا ناس جدد بيكت بيكت الله إن شاء الله بيا الخير والأحسن والكل شيء لأن كل شيء ماكو لأن طبعا أنا شو إن شاء الله خير وبركة على الجميع. واللي ينتخبونهم لازم يكونوا بصورة صحيحة يؤدون واجبهم بصورة صحيحة يمشوا بطريق الحق والعدالة وحب الله. موطني موطني الحسام واللغة والكلام والنزاع رمزنا رمزنا. بالنسبة مركز ستيرلينغ هايتس هو المركز رقم 2 اوكي من التسلسل ال 18 مركز اللي متوفره بامريكا وبحكم الجاليه الموجوده بميشيغان ونسبه الجاليه الكبيره الموجوده فاحنا هنا فتحنا مركزين مركز في منطقه ستيرلينغ هايتس اللي اسمه مركز ستيرلينغ هايتس والمنطقه الثانيه منطقه ديربون. فبالنسبه للناخبين تعرف احنا اول ما فتحنا المركز راح يكون من الساعه 7 اب تو الساعه 6 راح يكون احنا كل الموظفين بكادر الكامل يتعاون ويا الناخب بسلاسه وشفافيه مثل ما تشوفون عندي اني 7 محطات. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من ولايه ميشيغان الامريكيه حيث بدا افتتاح مراكز الاقتراع للناخبين العراقيين المقيمين بولايه ميشيغان في مركزين انتخابيين الأول بمدينة وورن والثاني بمدينة ديربون هايتس. نتابع هنا أبرز اللقطات من هذه الواقعة. سالما مرعبا وغانما مقربا الأرض في عدى We'll be right back.
موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يمين أو يمين. نستقي من الردى ولن نكون للعدد كالعديد كالعديد. لا نريد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة. لا وبالتالي جئنا ننشد التغيير، والتغيير نعتقد أنه ينطلق من حكومة قوية تسندها كتلة برلمانية متماسكة. موطني موطني. يعني كثير فرحان، إن شاء الله تستمر هذه السنوات الجاية، والله يوفق العراقيين ويخلصهم من الظلم اللي كان موجود عليهم. عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف. يا هلا الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبا في نبا. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا في هوا. هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. Thank you.
جدا بالعملية السياسية والتغيير الحاصل. هذا شعوري بالذات. لشتنا وعهدنا وراجعون إلى الوفا يهزنا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية. احنا كمراقبين نراقب العملية ماشية الآن بسلاسة بدون مشاكل لحد الآن. هذا فخر لنا وللعراق انه حتى يستقر العراق انه نعرف توجهاتنا وتوجهنا يعني. موطني موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء والجمال والسلام والبهاء في رضا والحياة والنجاة.
2018 حالياً لثاني مرة بيفتح المركز الانتخابي وأيضاً كمنسقة مركز. حالياً إقبال جيد من الساعة السابعة كان الافتتاح، الإقبال ما زال مستمر وجيد الحمد لله. محطات في واقع 3 محطات في مركز وينزر، مركزنا في فندق هوليداي إن هيورن تشيرش. الجالية العراقية طبعاً في وينزر لا بأس فيها والإقبال جيد وإن شاء الله تكون المكرية سهل. سالماً منعماً وغانماً مكرماً، سالماً منعماً وغانماً مكرماً. به كادر الموجود ابتداء من السيدة مديرة المركز ومسؤولية المركز الأخوة الموظفين والموظفات كل وجوه عشوشة وهذه الحفظ صورة جيدة علامة في تدريب جيد ومرعب اللي شفنا الحضور الناس إلى الاحتراف لا يخص الموظفين كل شيء تمام. أكيد إحنا شفنا إقبال بالبداية متواضع بس بعدين بدأ يزداد، يعني الساعة 10 بدأ يزيد شوي شوي، بعدين فترة الظهر تقريبا الساعة 12 يعني صار القمة فيه، صار كان الكيو هنا موجود تقريبا أقل شيء 5 أشخاص دايما تقريبا. فنتوقع إحنا إن شاء الله بعد الظهر أيضا لأن هسه فترة الغداء بريك، إن شاء الله بعد الغداء راح يكون العدد أكثر. نتوقع طبعا مثل ما قالت منسقة المركز انه اليوم الثاني راح يكون اكثر. اهلا وسهلا ان شاء الله. ونتمنى ان يكون ان شاء الله بدايه خير لبناء العراق الكل راح يتامل بكل شيء. حقيقه كل الناس متلهفه للمشاركه بالانتخابات مع بعض المعوقات التي يعني من جانب الناخب على اعتبار انه هناك نقص في الوثائق العراقيه المطلوبه. العملية الانتخابية جيدة بس يعني لا بأس باعتبار انه الخميس والجمعة يعني الناس اغلبها بالدوامات وهذا شوية عائق بالنسبة للانتخاب، بس هي المشكلة انه الانتخابات بالداخل العراقي والسبت وما ممكن يأجلوها. حاليا يعني انسيابية الانتخابات جيدة جدا والناخبين يعني جايجونهم وعوائلهم وهذا دليل على الوطنية والإخلاص للوطن. نتمنى إن شاء الله كسر هذه الانتخابات والفوز القوائم المخلصة اللي تخدم المواطن والوطن. الآن سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. بالنسبة للانطباع الشخصي أني يعني شفت أنه الأقليات شاركت بشكل جدا ثقيل وقوي بشكل كلش مفرح، يعني وصح خلينا نقول الساعات المبكرة للتصويت خلينا نقول الكبار بالسن كانوا حضورهم هم الأوسع، بس هسه بعد خلينا نقول بعد الساعة 12 أو 1 الظهر الشباب يطلعون من الشغل من العمل من الجامعات والمدارس نشوف الحضور كلش كبير للشباب. وأنا باعتباري يعني مشارك بالانتخابات كناخب بيها وكعامل بيها ايضا ناس كلش فرحانين بجيتهم هنا و سهله هي العمليه كلش سهله ودا نفهمهم اياها ما فيها صعوبه، مجرد انه اختيار القائمه والمرشح اعتقد شيء سهل ما تصير لنا اي مشاكل. بصراحه فرحانين لانه ابناء شعبنا يشاركون بعمليه ديمقراطيه امنيه حره هي عمليه الانتخابات، كل واحد ينطي صوته هذا من حقه انه يثبت نفسه يثبت وجوده بصوته
ينتخب به المرشح الكفو، المرشح اللي يقدر، المرشح أو القائمة اللي تقدر تسوي تغيير نحو الأفضل. هناك إقبال جيد للانتخاب، للمشاركة بالعملية الانتخابية من قبل جالية ديترويت، ما نعرف الولايات الأخرى، ولكن من خلال الاتصالات والرسالات اللي اجتنا انه تطلب عنوان المكان مثل ما ذكرنا، وستكون مشاركة انا اعتقد فعالة ان شاء الله وجيدة في هذا المركز. لا نريد، لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنبدة، كلنا المعبدة وعيشنا المنبدة، لا نريد.